سؤال، هل عمل القداسات الإلهية على أرواح الموتى مثل الأربعين والذكرى السنوية يشفع لهم أمام رب الموتى؟ كل الحاجات دي ليها فايدة. وطبعا ربنا عارف ان الشخص اللي بتقدم من اجله صلوات وقرابين لازم كان شخص محبوب، والا الناس ما كانوش يصلوا ويفتكروه بهذا الشكل. القديس أغسطينوس ليه مقالة كويسة نشرت في مجموعة اباء نيكيا وما بعد نيكيا، نايسين ان بوست نايسين فاذرز، عن العناية التي تقدم للموتى من صلوات واصوام وصدقات الى اخره. يا ريت تقروها او ننشرها لكم لو حبيتوا.